حملوه إلى المنبر فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وسكت الناس وكشف عن وجهه فإذا بوجهه صلى الله عليه وسلم كورقة المصحف وقال يا أيها الناس بلغني أنكم خائفون علي أيها الناس موعدي معكم ليس هنا في الدنيا إنما موعدكم معي عند الحوض والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم وأن تهلككم كما أهلكتهم وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى الله فاختار الرفيق الأعلى فما فهم الصحابة شيئا من كلامه ففهم أبو بكر أنه يودع فقام أبو بكر والرسول يخطب وقال فدتك نفسي فديتك بأبي فديتك بأمي فديتك بمالي فديتك بكل ما أملك فأسكت الناس الصديق قالوا اسكت يا أبا بكر فغضب النبي قال دعوا لي صاحبي ما لكم ولأبي بكر والله ما منكم من أحد له فضل علي إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبو بكر فإنني لم أستطع أن أجازيه وإنني تركت جزاءه على الله اتركوا لي صاحبي كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر لقد جازيناكم في الدنيا بما فعلتم إلا أبو بكر فإن جزاءه عند الله جل وعلا أيها الناس من أخذت من ماله فهذا مالي ومن جلدت ظهره فهذا ظهري ومن مسست عرضه فهذا عرضي فقام عكاشة فقال أنا يا رسول الله قال وما ذاك قال إنك ضربتني يوم بدر على بطني وأوجعتني في بطني وإني أريد أن أقتص منك فرفع ثوبه على المنبر قال قم فخذ حقك مني فقام رضي الله عنه يركض والناس ينظرون ماذا سيفعل فلما أقبل على رسول الله انكب على بطنه وضمه وبكى صلى الله على رسول الله ثم قال رسول الله ويختم أيها الناس الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة يا أمة محمد هذه وصية رسولكم يا من تركتم الصلاة أسألكم بالله خذوها وصية من رسول الله قبل موته الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة ثم قال الله الله في صلة أرحامكم الله الله في نسائكم أوصيكم بالنساء خيرا وأوصيكم بالأنصار خيرا يا أيها الناس إنما أنا بشر لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإني لا أنفع ولا أضر ثم أخذ يرفع يده ويدعو آواكم الله نصركم الله حفظكم الله أيدكم الله ثبتكم الله رفعكم الله ثم قال أيها الناس اسمعوها أيها الناس قال بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام كل من آمن بي من أمتي ولم يراني إلى يوم القيامة وعليك السلام يا رسول الله لقد بلغنا سلامك وبلغتنا سنتك ووصل إلينا هديك وها نحن نتقرب إلى الله ببث سيرتك صلى الله عليك يا رسول الله